بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المصطلح 20 في إقتصاديات الموارد البيئة، مصطلح بيئي إن شاء الله أن يكون ذي فائدة لكم جميعا. هذا المصطلح هو أثر القدم في المحيط البيئي، أي حاجة الفرد من الأرض، ecological footprint. كثير ما يمر معنا في اقتصاديات الموارد البيئة هذا المصطلح ecological footprint أو footprint لوحدها. تعريفها في كما يلي: في اقتصاديات الموارد البيئة economics of resources and environment، وبخاصة اقتصاديات الموارد الطبيعية economics of natural resources، والمحيط البيئي ecology هو كمية أو مساحة الأرض التي يحتاج إليها الفرد الإنسان كي يدعم معدل استهلاكه الراهن من السلع. يمكن لنا أن نمثل أثر القدم في المحيط البيئي على شكل صورة بسيطة. هذه الصورة وكأنها موطئ قدم للإنسان. هناك مواطن كائنات أحيائية برية وبحرية بما فيها الإنسان، وهناك أراضي مبنية، هناك أراضي منتجة، هناك بحر منتج، هناك أرض للطاقة. فكلياتها تجمع فيما بينها عوامل مشتركة أن الإنسان قد وصل إليها، فتعامل مع الكائنات المحيطة به، بنى كثير من المساحات على مساحات البناء، يعني على قطعة الأرض، استخدم جزء من الأراضي للإنتاج للزراعة وما شابه، وهناك بحر يمكن استخدام المساحات البحرية في إنتاج ما يسمى البيوماس أو الكتلة الحيوية النباتية والبحرية وما شابه طبعا، وهناك نفط وغاز ومعادن تستخدم من باطن تحت يعني سطح البحر، وهناك أرض يمكن استخدامها لإنتاج الطاقة، إما الطاقة الشمسية أو يعني الحفر تحت قشرة الأرض لاستخراج المعادن والغاز والنفط وما شابه. طبعا لابد من مراجعة مسرد قدرة الدعم أو carrying capacity كما وردت في اقتصاديات الموارد البيئة، وإن شاء الله في مقطع آخر ومصطلح آخر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.